بعد أيام قليلة من تدشين الأمير هاري وزوجته ميغان حساب خاص بهما على إنستغرام، الزوجان متهمان بسرقة هذا الحساب. هل هذا معقول؟ الإجابة نعم. رجل يدعى كيفن كايلي أعلن عبر حسابه بتويتر أن هاري وميغان استخدما اسم حسابه الخاص وهو ساسكس رويال الذي يستخدمه على تويتر وإنستغرام منذ 3 أعوام، وأن الزوجين استخدما الاسم في تدشين حسابهما الجديد بإنستغرام، وأضاف أنه فوجئ بقيام إنستغرام بتغيير اسم حسابه دون استئذان سواء من الموقع أو من العائلة الملكية البريطانية. وخوفاً على حسابه بتويتر، أكد المواطن الإنجليزي أنه مستمر في التغريد به حتى لا يتم الاستيلاء عليه خلال الفترة المقبلة. هي فعلاً مفاجأة، فما حاجة الأمير هاري ابن ولي عهد بريطانيا لسرقة حساب شخص آخر بالإنستغرام؟ بالتأكيد هو لا يعلم أي شيء عن هذه القصة، وربما يكون إنستغرام سحب حساب المواطن كيفن لأن كيفن نفسه لا يستخدمه، خاصة هو أقر بنفسه أنه ليس لديه الكثير من المتابعين على الحساب وأنه لا ينشر صوراً من الأساس، فقط يستخدم هذا الحساب لمتابعة ما ينشره الآخرون. لكن كيف تتوقع كانت ردة فعل حساب الأمير هاري وزوجته ميغان على الأمر؟ لنعرف. يعني كما شاهدنا لم يكن هناك أي ردة فعل من الحساب الملكي الخاص بهاري وميغان، وتم تجاهل القصة تماماً. لكن الملاحظ هو تزايد أعداد المتابعين للحساب ليصل لأكثر من 4 ملايين في أيام قليلة من تدشين الحساب. الأغرب هو أن الحساب حطم رقماً قياسياً كأسرع حساب يصل متابعوه لأكثر من 1 مليون شخص في فترة زمنية تقدر ب6 ساعات، وأن أسرع حساب مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية للوصول إلى 1 مليون متابع على إنستغرام كان من نصيب نجم البوب كانغ دانيال في 2 يناير هذا العام، ولكن وصل إلى هذا الرقم بعد 11 ساعة و36 دقيقة. هل تعتقدون أن الأمر انتهى هنا؟ لا، لم ينتهي. فكيفن هذا المواطن البريطاني تلقى خلال الأيام الماضية الكثير من الرسائل المسيئة والاتهامات من مستخدمي تويتر، لدرجة أن الرجل قرر إغلاق حسابه بعد كل هذه الإساءات، ويبدو أن البعض اتهمه بتقاضي أموال لإثارة هذه الضجة. فرد عليهم: لم أتلقى أبداً فلساً واحداً ولا أريد أي شيء، كل ما طلبته هو تقديم اعتذار من إنستغرام، وما زلت أقول أنني لست ضد الأمير هاري أو عائلته، ولكن هذا لا يمنع الناس من الإساءة أيضاً.